بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله بشرح شخصيات أو characters of Dr. Faustus، شخصيات مسرحية فاوستس. أهم شخصية بالقصة وأهم شخصية عندنا بهاي المسرحية، إحنا قبل أن نشرح الشخصيات لازم نعرف شغلة مهمة، بأن الكاتب هاي المسرحية اسمه كريستوفر مارلو. الكاتب مال هاي المسرحية اسمه كريستوفر مارلو، كاتب انجليزي، كاتب انجليزي اسمه كريستوفر مارلو. طيب نعم، الاسم هذا لازم ينحفظ، هذا كريستوفر مارلو لازم نحفظه، هذا الاسم لازم ينحفظ. طيب نبدا. اولا عندنا الكاركترز اللي هم الشخصيات. دكتور جون فاوستس، دكتور جون فاوستس a learned scholar in Germany، في المانيا، during the 15th century، خلال القرن الخامس عشر، who becomes dissatisfied with the limitation of the knowledge and pledges himself to Lucifer in exchange for unlimited power. طبعا فاوستس هو عالم بألمانيا خلال القرن الخامس عشر. ممكن يجي سؤال، ممكن يجي صح وخطأ، يقول السؤال فاوستس is a learned scholar in Germany during the 14th century، خلال القرن الرابع عشر. Who becomes dissatisfied، أصبح غير راضي. هو عالم قلنا بألمانيا، وهذا العالم أصبح غير راض عن نفسه وعن الطاقة أو القوة التي يمتلكها، لذلك قرر أن يتعامل مع السحر، مع السحرة، وأن يصبح ساحرا حتى يزيد من القوة أو من الطاقة التي يملكها. يعني هو قال لك المعلومات هاي اللي عندي أنا ما راضي عليها، أريد فد شيء أقوى. هذا بالنسبة لي فاوستس. طبعا هذا التعريف ينحفظ حفظ، التعريف هذا نحفظ حفظ مثل الاسم. إذن بالنسبة لفاوستس خلصنا من عنده، وذكرنا بأنه ممكن يجي بالامتحان حلل شخصية. طبعا ممكن يجي سؤال، يجيك سؤال بالامتحان حلل شخصية فاوستس. طبعا أول شغلة نكتب التعريف مالته، أول شغلة تحليل، حلل شخصية فاوستس، تحدث عن شخصية فاوستس، نذكر هذا التعريف مالته. يعني ما معقولة بالامتحان يجيني سؤال يقول لي عرف فاوستس، هو ما يجيب لك عرف فاوستس، احنا ما عندنا تاريخ وجغرافيا يجيب لك عرف لي فاوستس، هذا مو منطق. بس السؤال اللي يجيك بالامتحان يقول لك حلل شخصية فاوستس، طبعا نذكر هذا التعريف ونضيف عليه معلومات ايضا احنا راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضرات الجاية. نعم طيب نجي، وطبعا ممكن تجي صح وخطأ، تعاريف فراغات ايضا على شخصية فاوستس. ننتقل الان الى واغنر، شخصية الاخرى اللي هي اسمها واغنر، اسمها هاي شخصية واغنر، وهذا نركز على هذا الاسم. طيب من هو واغنر؟ واغنر هي از ا فاوستس سيرفنت، خادم فاوستس. احنا مو قلنا فاوستس هو عالم، واغنر هو الخادم مالته، الخادم مالت فاوستس هو. وطبعا هذا واغنر ايضا طبعا راح نشوفه بالفيلم ان شاء الله، هو ستيلز فاوستس بوكس، يعني سرق كتب من فاوستس وحاول يصير مثل السيد مالته، حاول يقلد السيد مالته. بس يعني هو شلون الناس قامت تضحك عليه بالمسرحية، راح يعني بس يضحكون عليه. ليش؟ لأنه هو يعني مو عالم ولا عنده علم، هو حاول يقلد السيد مالته، يريد يصير مثل السيد مالته. يعني شلون هسه احنا مثلا واحد مرات قاعد بالبيت يشوف أبوه مثلا يصلي، الابن مباشرة يقوم يصلي. إذا شفنا احنا المدير مال مثلا بدل سيارته، يحاول الجو المدير هم يحاول يبدل سيارته، يتشبه باللي أعلى من عنده. فواغنر خادم الفاوستس وحاول أنه يقلده، يريد يصير ساحر مثله. هذا بالنسبة لي واغنر، فاوستس سيرفنت
قراءة نقرأ التعريف. Faustus servant who steals Faustus books. هذا تملك. Tries to imitate. حاول أو يحاول to imitate Faustus method. طريقة ماوث Faustus of reasoning and fails. حاول أن يقرر Faustus يعني يحاول أن يقلد أساليب Faustus بنفس الفكر and fails لكنه فشل و in a ridiculous and comic manner ولكنه فشل وأصبح بطريقة هزلية أو بطريقة مضحكة. ننتقل الآن إلى شخصيات ثالثة أخرى وهو طبعا فالديز وكورونيوس. هذول اثنين هم أيضا. هذول فالديز وكورونيوس two German scholar who are versed in a practice of magic and who teach Faustus about art of conjuring. إذن فالديز وكورونيوس هم اثنين أيضا علماء ولكن هذول علماء بالسحر. علماء بمن؟ بالسحر. نعم كانوا هما كعلماء في السحر. هما اللي علموا فاوستس شلون يمارس السحر وإلى آخره. طبعا فالديز صديق الفاوستس وعلموا أن يعلم السحر. وطبعا راح يظهرون فقط in the act 1 في المشهد الأول. فالديز a friend to Faustus who teaches him the dark art. He appears only in act 1. طبعا هم اثنيناتهم راح يكون نفس التعريف لان هم نفس الشيء تقريبا. هم اللي راح يعلمون فاوستس دارك ارت. دارك ارت شنو يعني؟ دارك ارت يعني فن الظلام. شنو يعني فن الظلام؟ فن الظلام شنو معناه؟ يعني السحر. دارك ارت يعني السحر. نعم الدارك ارت من نقول بلاك ارت أو دارك آرت معناها ذن السحر. كنجيرينج يعني معناها شعوذة أو سحر. طيب أخذنا هسه إحنا أخذنا فاوستس وأخذنا واغنر وأخذنا فالديز وكورونيوس وقلنا نفس الشيء ذولا. بعدين ننتقل هسه على لوسيفر. طبعا لوسيفر he is the king of the underworld يعني هو عالم أو ملك العالم السفلي. هو ملك العالم يعني هو ملك السحر يعني إبليس. شلون نقول عليه إبليس؟ ملك الشياطين. A fallen angel طبعا هو كان بالجنة وبعدين انتقل للنار لأنه لم يطع الله تمرد على حكم الله against God and therefore after tries he went souls away from Lord. وبعد ذلك حاول أن يبعد البشر من الله. حاول أنه يبعدهم من الله يعني هذا طبعا وفعا يعني وفقا للمسرحية. احنا عندنا مسرحية هسه فيقول لك هذا لوسيفر هو ملك الشياطين هو اكبر واحد بالشياطين وهذا اللي يحاول يقول للبشر ويوسوس لهم ابتعدوا عن الله وابتعدوا عن الرب ابتعدوا عن الله اذهبوا الى الشياطين وتعالوا مارسوا السحر. هذا بالنسبة للوسيفر. ننتقل الى شخصية اخرى وهي مفستافلس. مفستافلس مفي 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 ستا 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 فلس. ما سامع يقول لك فلس 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 والله ما عندي يعني. مفستافلس مفي مفي ستافلس مفي ستافلس. طبعا مفستافلس هو جوا اللوسيفر يعني هو امير الشياطين مو الملك اميرهم. أمير the prince of the underworld يعني ملك الشياطين. who appears to Faustus وكان يظهر لفاوستس and becomes his servant وسيصبح خادمه لمدة 24 سنة for 24 years. من هو مفستوفلس؟ هو جو لوسيفر هو أمير الشياطين يعني جو أمير. وهذا مفستوفلس راح يصير عبارة عن حلقة وصل ما بين لوسيفر وما بين فاوستس. احنا مو قلنا عدنا لوسيفر هو كبير الشياطين زين. بعدين ذكرنا بانه فاوستس هو عالم بألمانيا
زين، من هو اللي راح ينقل الحكي بيناتهم؟ مفستوفلس. مفستوفلس راح يظهر لهم ويعني هو اللي راح يقنع، خلينا نقول يعني يقنع فاوستس او يجيب الفاوستس اشياء وبراهين. يا فاوستس مارس السحر، هو يعني خلينا نقول هو شخصيه سيئه تعتبر طبعا لفاوستس. ننتقل الان الى شخصيات اخرى وهي الجود انجل والايفل انجل، ملاك الخير وملاك الشر. ملاك الخير وملاك الشر. طبعا الجود انجل والباد والايفل انجل تعريفهم two figures who appears to Faustus and attempt to influence him. شخصيات اثنين تظهر الفاوستس وتحاول هاي الشخصيات انه خلينا نقول تقنع فاوستس. طبعا عندنا الجود انجل ملاك الخير وعندنا الايفل انجل. طبعا الجود انجل اللي هو ملاك الخير اسبيريت يعني روح، ذات ارجوز يعني يناقش. فاوستس تو ريبنت، الجود انجل هو روح يقنع فاوستس تو ريبنت. هاي المفردة جدا مهمة، ركز عليها. ريبنت يعني يتوب. فور ذا باك، فور هيز باك وذ لوسيفر اند ريتيرن تو جاد. طبعا الجود انجل هو شخصية تظهر بالمسرحية تحاول تقنع فاوستس انه يترك السحر وانه يتوب. In many ways the good angel represent Faustus. طبعا دائما ملاك الخير يحاول انه يمثل شخصية ضمير Faustus. يعني Faustus يريد يمارس السحر، بس Faustus المشكلة بي مرات يتندم يقول ها خلينا نعوف السحر، هذا شيء مو زين. طبعا من هو اللي كان يعني كان يظهر له ملاك الخير وملاك الشر؟ هذا ملاك الخير وملاك الشر. شلون مثلا واحد لما يريد يسوي خطا وذنب ويريد يقول لا خليني ما اسوي، لا يعني جود انجل يمثل القوه، الصراع اللي بداخل فاوستس، الصراع اللي داخل فاوستس هو هذا نسميه احنا جود انجل. وعندنا ايضا الايفل انجل ومرات يسمونه الباد انجل، ايوه نفس الشيء. هذا ملاك الشر، a spirit that serves the counterpart to the god angel and provide Faustus with reasons not to repent for sins against God. يعني the evil angel شخصية كانت تظهر لفاوستس وكانت تقنع فاوستس يمارس السحر لو يترك السحر. ها اذا الايفل انجل نعم راح يقنع فاوستس انه يمارس السحر لانه شر. spirit that serve the carne the evil angel represent the evil half for the Faustus. اذا كان يمثل الضمير السيء، الجانب السيء لفاوستس، يعني الجانب الشر لفاوستس كان يجذب مثله الايفل انجل. كذلك عندنا كلاون وروبن المهرج، عندنا هذا شخصية ايضا راح يظهر. روبنز learned summoning by stealing one of the Faustus books. هذا طبعا ايضا واحد من الشخصيات المضحكة في المسرحية. He is the chief of character in the number of scenes that provides comic relief from the main story. طبعا هاي يعني كل قصة لازم يكون بيها جانب هزلي، جانب ضحك. فهاي قصة فاوستس، مسرحية فاوستس بيها جانب هزلي، وهذا هم روبن وكلاون كانوا يردون يصيرون مثل فاوستس، يردون يمارسون السحر، بس صاروا مهزلة والناس قامت تضحك عليهم. كذلك عندنا الهورس كورسر اللي هو يعني شخصية ساذجة الذي اشترى حصان فاوستس
which disappear when it ridden, ridden into a bond. طبعا فاوستس بعد ما صار ساحر انشهر والناس قامت تعرفه والناس قامت يعني تشوفه شخصية مشهورة جدا وكان عنده حصان. واحدة من الناس قال له اريد الحصان مالتك اريد اشتري، فاشترى وبعدين هذا مات، الحصان اختفى لانه اصلا سحر يعني مو صحيح والى اخره. بعدين عندنا ايضا البابا، البابا اللي هو يعني رئيس الكنيسة الكاثوليكية. واحد من عندنا ما يعرف البابا من هو؟ The head of the Roman Catholic Church whom Faustus and Mephistopheles use as a part of the practical jokes. وطبعا هذا البابا فاوستس راح يحطه ويضحك عليه ويستهزئ به ويخليه أحوكة للناس، يخليه أحوكة للناس. من هو اللي راح يضحك على البابا؟ مين هو اللي راح يضحك على البابا؟ فاوستس هو اللي راح يضحك على البابا. كذلك عندنا النايت. طبعا النايت هو هنا نايت مو معناها ليلة، هاي بيها كي هنا، هذه معناها الفارس. النايتلي نايت الفارس. طبعا هذا الفارس شخصية سيئة ومتعجرفة، وطبعا هاي الشخصية كان يكره فاوستس وأراد أن ينتقم من فاوستس. طبعا يعني فاوستس خلى جرون، خلى له جرون براسه. This disdainful knight who insults Faustus in revenge, Faustus makes a pair of horns appear on the knight. خلى أبواق أو خلينا نقول عليها إحنا قرون تظهر على راسه، ظهرت براسه. طبعا هذا أكيد يعني هو سحر ممكن يسوي كل شيء. كذلك عندنا seven deadly sins، الخطايا السبعة المميتة. طبعا هاي الخطايا السبعة personification of the seven deadly sins do not act but impulses or motivations that have made sinful action. طبعا they arrive themselves in the before the Faustus. Although scholars think now this section was written by not more. طبعا seven deadly sins، الخطايا السبعة، هاي الخطايا اللي تظهر لفاوستس. واحد من عندهم يقول له أنا الكذب، أنا الجشع، أنا كذا. هذولا خلينا نقول يعني أعمال الشرش، أعمال سيئة. ما إحنا هسه إحنا بالدين الإسلامي عندنا إنه يقول لك بيوم القبر من تموت تبقى بس أعمالك الزينة، يعني راح يرافقك يا أما عملك الزين أو عملك الشر. فهاي سيفن ديدلي شون أعمالك الخير وأعمال الشر، يعني هاي أعمال الشر، إن الإنسان اللي يمارس السحر يبقى ويا عمل الشر طول حياته. نعم. نجي على كارلوس. كارلوس طبعا كارلوس the German Emperor Faustus performed his at his court. طبعا عندنا كارلوس هو إمبراطور ألماني. بعد ما انشهر فاوستس وصار ساحر، هذا الملك كارلوس طلب من فاوستس انه يجي علي وانه يقول له يلا شوفني على عرضك العروض السحر مالتك، راح يشوفه العروض مال السحر مالته. عندنا ايضا يعني ملك فان هولت. طبعا ملك فان هولت a noble man، ايضا ملك في مدينة فان هولت. وايضا فاوستس performs illusion at his court. طبعا ايضا هو شخصيه مشهوره ومعروفه. بعد ما شهر فاوستس، هذا الملك قال لفاوستس، قال له تعال علي وشوفني انت شلون تقدم من عروض. ويعني اصبح يعني شخص معروف جدا فاوستس، وقام ينتقل بين الدول. نجي على 14 عندنا the old man. The old man, a holy old man. The old man هو رجل مسن. He tries to have a Faustus by getting him repent. حاول أن يقول للفاوستس يا فاوستس توب، اترك هذا العمل الشر، هذا العمل الشر راح يدمرك. And for his good deed, Faustus initially thanks him, but later Faustus sends devils to harm old man. طبعا the old man
هو شخصية تظهر الفاوستس تقول للفاوستس يا فاوستس اترك السحر وتوب للرب، توب إلى الله. لكن فاوستس لم يتوب ولم يستمع إليه، والأولد مان راح يموت بالأخير لأنه يقتلون الشياطين. كذلك عندنا بلزباب. بلزباب يعني هو سيميلر تو ساتان، طبعا هو بلزباب هو شبيه للشيطان ايضا، هو لوسيفر ومفستافلس هذول كلهم مجموعه من الشياطين. هاي المجموعه كانت وظيفتها انه تقنع فاوستس انه يترك السحر، يترك الدين ويمارس السحر. طبعا عندنا هنا هاي الشخصيات يعني كلش حلوه مرتبه. عندنا هذا فاوستس بالنص، هذا لوسيفر، هذا لوسيفر، وهذا مفستافلس. طبعا لوسيفر كان، شوفوا هو الحلقة الوصل ما بين مفستافلس ولوسيفر. عندنا الايفل انجل ملاك الشر، هذا يقنع فاوستس انه يترك انه يمارس السحر. عندنا الجود انجل يقنع فاوستس انه يترك السحر. عندنا كورنيوس وفالديز كانوا يقنعون فاوستس. وعندنا واغنر هو الخادم مالت فاوستس. ولا ننسى اهم شغله مهمه جدا لفاوستس، فاوستس كان براود، فخور بنفسه، امبيشيوس، طموح، عنده غرور، عنده طموح، عنده طموح. طيب هسه راح نبدي بالمقدمه البيرولوج. طبعا المقدمه مالت المسرحيه راح نبدي هسه باحداث المسرحيه. اول نعم هسه احنا تحدثنا الان عن الشخصيات، والان راح ننتقل الى بدايه المسرحيه اللي هي يسمونها البيرولوج. طبعا this play talks about Faustus fortunes good or bad. اذا هاي المسرحيه في الحقيقه ده تحكي لنا عن شخص اسمه فاوستس، حظه اللي راح يكون يا اما سيء او جيد. يعني اذا اجانا سؤال بالامتحان وقال لنا this play Faustus play this play talks about the love، هذه المسرحيه تحكي عن الحب، الجواب راح يكون صح ام خطا. لا ننسى كاتب هاي المسرحيه شو اسمه؟ لا كاتب المسرحيه ليس فاوستس، لا كريستوفر مارلو كاتب المسرحيه، اسمه كريستوفر مارلو. طيب زين نجي. طيب زين this play talks about فاوستس ذكرنا، راح نبدي هسه نسرد الاحداث نقطه نقطه، اقرا لكم بالانجليزي، نقرا بالانجليزي ونشرح. نبدأ بأول جملة يقول لك معلومات عن فاوستس. فاوستس أو دكتور فاوستس was born in Germany، إذن ولد فاوستس في ألمانيا في مدينة called Rood. إذن ولد في مدينة رود، المدينة اللي ولد بها رود. إذا أجانا سؤال بالامتحان يقول فاوستس was born in Germany أو in London، وفاوستس ولد في لندن، الجواب غلط. فاوستس لم يولد في ألمانيا، ولد في مدينة رود وهي مدينة ألمانية، هي مدينة ألمانية. حلو، معلومات أخرى. He was very intelligent، كان جدا ذكي. Ambitious، طموح. Ambitious. His parents were not rich، أبوه أمه ما كانوا أغنياء. هذه ملاحظة مهمة جدا. Her parents were not rich، أبو أم ما كانوا أغنياء، كانوا فقراء جدا. طيب later he traveled to Wittenberg، ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة Wittenberg. إذا أجانا سؤال بالامتحان قال لك Faustus was born in Wittenberg، ولد Faustus في مدينة Wittenberg، الجواب راح يكون غلط. Faustus لم يولد في مدينة Wittenberg، Faustus ولد في مدينة رود. إذن انتقل إلى مدينة ويتنبرغ. ليش انتقل هناك؟ لأنه راح يدرس. He studied at Wittenberg University، إذن أصبح يدرس في جامعة ويتنبرغ. He became a famous، أصبح مشهور بالجامعة. For his knowledge، لمعلوماته. ممكن يجيك سؤال بالامتحان يقول لك Faustus was famous in the university because of the magic، فاوستس أصبح مشهور بالجامعة بسبب السحر. فاوستس الجواب راح يكون غلط.
فاوستس مشهور بالعلم بالجامعة، مشهور بالعلم لأنه ذكي جدا. بس هو بعدين راح ينشهر، بعدين فاوستس راح ينشهر بالعالم بسبب السحر، بس بالجامعة كان مشهور بالعلم. It was no longer before the university made him يعني حتى قبل لا يتخرج الجامعة انطى شهادة ما دكتوراه لأنه كلش كان ذكي، لأنه جدا كان ذكي. He became a great scholar. أصبح عالم عظيم. Acquired knowledge. وكان لديه العلم في الإلوهية. Divinity. Biology. بالإلوهية يعني الدين. بالعلم الأحياء. After he succeed. بعد النجاحات التي حققها. He becomes too proud of his knowledge. أصبح جدا مغرور بالمعلومات اللي عنده. إذا جانا سؤال قال لك فاوستس is not proud of his knowledge، فاوستس غير فخور بعلمه، جواب غلط. فاوستس كلش كان فخور بالعلم اللي عنده. So he's tried to over. He became dissatisfied. هو أصبح غير راضي with the limitation of the knowledge. أصبح غير راضي بالمعلومات اللي عنده. So he decided to pledge his soul. لذلك قرر يبيع روحه للشيطان حتى يحصل على قوة. To in Lucifer in exchange. In exchange مقابل قوة أو طاقة غير محدودة أو طاقة يعني ليس لها حدود. ليس لها حدود. هذا هو فاوستس. طبعا راح نحكي هسه عن الكورس. بس احنا بالبداية من هو الكورس؟ إذن الكورس هم مجموعة من الناس، هذولا يظهرون ببداية المسرحية أول ما تبدأ المسرحية ويعلقون، يقول لك مثلا عندنا هواية فلان كرتون ومسلسلات. لما يظهرون بالبداية مثلا حتى عندنا مسلسل على عدنان ولينا لما يقول انتهت الحرب العالمية الأولى، هذا التعليق هذا يسمونه احنا نسميه كورس. هذول هسه بالصوره هنا اللي نشوفهم قدامنا، هذول واقفين وراح يحكوا لك عن الاحداث بدايه. طب نعم، بالنسبه لي الكورس طبعا انا حتى انا مترجم، اللغه هي قديمه، لغه المسرحيه قديمه، لغه شيكسبير يعني ليست لغه حديثه. كورس not marching in this field where Mars did mate were like cart nor sporting in the dalliance of love and the curse of kings where start is over it. طبعا nor the bump of the proud adieus needed. هذه لغة قديمة طبعا مو لغة إنجليزية. قبل أن يدخل في حقول تراسمين حيث اتحد مارس مع محاربي قرطاج ليس هذا حكي مقدمة كليته في مجالس الملوك حيث تنقلب الأوضاع، ليس بالتباهي بالأعمال المتهورة، أن الواحد لازم ما يتهور. طبعا الكورس addresses the audience directly to attack the audience attention begins by telling what the play is about. إذا تبدأ تحكي المسرحية تحكي لنا عن شنو راح تحكي. القصة القصة ما تحكي عن الحب، القصة ما تحكي عن الانتقام، القصة ما تحكي عن العنصرية، القصة تحكي لك عن حظ فاوستس. كورس announced that the tale of wherefore، إذن القصة ما تحكي لك عن الحرب. رومانس ما تحكي لك عن الرومانسية، وليس قصة الملوك أو قصة، تحكي لك القصة عن حظ فاوستس. The story of the Faustus is about the epic or fate main، إذن عن قدر الرجل اللي اسمه فاوستس. But it will focus on the fate of the scholar from humble background. إذن هاي الشخصية اللي هي فاوستس اللي راح تمارس السحر، اللي كان دكتور وراح يصير ساحر ويموت موتة شنيعة. نعم. طبعا هنا هذا حقول التراسمين. The battlefield where the legendary African
طبعا بالنسبة لحقول رامسين هي يعني حقول قبل الأغريق أو قديما كانوا يحكون عنها بالمسرحيات عن الحروب وعن القتال، وكانت أغلب أحداثهم تحكي لك عن هاي السوالف. فهنا هاي حقول تراسمين حكى لك الكورس، قالوا لك دير بالك ترى هاي القصة ما تحكي لك عن الحروب ولا راح تحكي لك. آه ذكرنا هذا الحكي كليته، هذا الحكي ترى مكرر، نفسه كررناه مرة أخرى بس للتأكيد. إذن القصة ما راح تحكي عن السياسة ولا راح تحكي، بس تحكي عن حظ فاوستس، فقط تحكي عن حظ فاوستس. أيضا عندنا هنا الأسئلة، طبعا أسئلة وأجوبة عن مسرحية فاوستس. هو روت دكتور فاوستس بلاي، من كاتب هذه المسرحية؟ اسمه كريستوفر مارلو. أين ولد فاوستس وأين درس؟ ولد في مدينة رود ودرس في وتنبرغ. صح وخطأ ممكن يجينا إجلت فاوستس، يقولك فاوستس is learned scholar in Germany، شو وقت؟ في القرن الخامس عشر. سؤال آخر، فاوستس decided to sell his soul، قرر فاوستس أن يبيع روحه للشيطان لمدة من الطاقة، وهاي لمدة من القوة لمدة 24 سنة. هذه الفراغات مهمة. فاوستس decided to study necromancy، طبعا necromancy هي نفس السحر أو استحضار الأرواح. فاوستس believes that hell is، اعتقد فاوستس أن الجحيم عبارة عن يعني بس مجرد قال أقوال جدتي، يعني ما يصدق بيها، ما يصدق بيها. طبعا أيضا عندنا أسئلة أخرى، Who is the speak of in the prologue، من كان المتحدث في مسرحية prologue؟ بالبداية كان الكورس، ذكرنا قبل قليل بأن الكورس هم الأشخاص اللي يكونون بداية المسرحية ويعلقون على الأحداث، وهم اللي راح يحكون بالبداية. السؤال يقول لك Who speaks in the prologue، من المتحدث في البيرولوج يعني المقدمة؟ هم كانوا الكورس. Who is the main character in the play، من الشخصيات الرئيسية في المسرحية؟ هو دكتور فاوستس. أين ولد فاوستس؟ ذكرنا أبناء والدي فاوستس كانوا فقراء، وقلنا فاوستس درس في وتنبرغ. طبعا سؤال ايضا، سؤال اخر ممكن يعني بعض الجامعات تجيب لك بالامتحان هيك، مثلا هاي قائمه اي وقائمه بي، يعني هنا مثلا يقول لك فاوستس وهنا منطق تعريف منه، مثلا قال لك واغنر، هذا واغنر، وين من هذا اللي واغنر؟ وينه؟ من هو واغنر؟ ما ماتشنج. نعم بيجي هيك بالامتحان عادي، ممكن يجيك بالامتحان. طبعا اكيد مو كل الجامعات هيك تجي، بس اكو بالامتحان ممكن يجيك، تجيبك التعريف ويجيب لك الاسم ويقول لك اختار بين التعريف وبين الاسم. اكيد مو كل الجامعات تجيب هيك ولا يعني، بس ممكن. اخذنا اليوم هذه المقدمه كلش 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 مهمه، لازم نقراها. وايضا هذا رابط الامتحان، ايضا رابط الامتحان باسئله واجوبه وبدرجه ايضا.